صاحبي ما كانت حتى شي حال واقيله في هذه المدينه هذه وسدين على المدينه كامله صاحبي، والله الا سدين على البشره صاحبي. هانتوما عطوني واحد الورقه قال لك غادي تخرج كل نهار نهار كل يومين غادي تخرج مره واحده، وغادي تخرج مره واحده من الكوميونيتي وملي ترجع ما غاديش عاود تخرج مره اخرى. ها الورقه ها فيها لا 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 فيها اليوم فيها في نهار بدا الكوارنتين نهار 13، يعني يمكن لي نبدا نخرج نهار 13 وما نخرجش 14. نهار 15 في الشهر ولا البارح خرجت 16 ما غاديش نخرج 17. وهنايا هاد الورقه هادي ديال الكوارنتين غادي تسالي نهار 9 في شهر 4، يعني باقي مطول هاد الشيء هذا. كما كتشوفوا انا دابا في واحد المقاطعه سميتها جيلين، المدينه اللي راه فيه اللي راني فيها سميتها سفين، وما كاين حتى شي حاله انا ديال كوفيد 19، ولكن هما خافوا سدوا على كل شيء. دابا كاع الريستورو داك كل شيء مسدود، حتى لي ريستورو مسدودين، عندك الطاكسيات حتى هما ما خدامينش، عندك حتى الباصز ما خدامينش، كل شيء تقريبا سد. يلا خلاو الاسواق اللي تقدر تقدا فيها داكشي اللي خصك اللي تاكل وكذا الخضر والفواكه، وكاينه حتى لا فارماسي حتى هي اللي مازال حاله والسبيطارات. الصراحه ما عرفناش هاد الفيروس هذا فوقاش غادي يمشي، ولكن بانوا لي الحالات دابا في هاد مؤخرا كينقصوا. والبارح كان شي 3000 حاله، البارح تزاد شي 1000 وقيله، ودابا راه هابطين. دابا اليوم شت غير شي 200 حاله في مدينه تشانغشون اللي هي العاصمه ديال جيلين هنايا في شمال الصين. كما كتشوفوا الجو دابا باقي بارد، راه شهر 3 باقي الحال بارد، راه طاح الثلج ولا البارح. غنوريكم شي لقطات هاد اللي جات. هذا اللي قدامي هنايا هذا سبيطار سميتو شنا ايوان، هادشي اللي كاين. ها لامبيلونس ديالهم هنايا باقي في الدور لامبيلونس، وكاين شويه د البشر اللي كاين خارج. المهم خليكم معايا غادي نوريكم شي لقطات في هاد المدينه هادي وتشوفوا البشر يعني شبه منعدم. دابا كما كتشوفوا كلشي بنادم لابس لي ماسك، ما كاينش البشر بزاف. نخرجوا دابا نمشيو للشارع، يعني قليل البشر اللي خارج دابا، تقريبا شي 5 ايام ما خرجش. كنخرج غير نتقدا، خرجت نهار 13 ونهار 15 خرجت مشيت غير للسوبر ماركت نتقدا داكشي اللي خاصني الماكله وكذا ورجعت. كما كتشوفوا هاد الشارع كيكون عامر بالبشر وبالطاكسيات والطوموبيلات بيكالات. دابا كلشي دابا راه في الدار ديالو، حتى الطواكس راه ما كاينينش، يعني كوارنتين. هذا سبيطار سميتو شنا ايوان، والباب ديالو من لهيه. هذه فارماسي اللي لتحت، يعني القضيه وي ار اندر كوارنتين هير ان جيلين بروفنس ذا نورث ايست اوف تشاينا. هذا مكان هاد الفيروس اللي بان هاد الايامات اوميكرون فيرين، يعني تصور النهار الاول كانت شي 50 حاله، نهار الثالث 2000 حاله، نهار الرابع 5000، يعني كيتزادوا الحالات بواحد الكثره كبيره كل نهار. ايوا نتمنوا يكون خير وترجع للقضيه كما كانت من قبل. طاحت الثلج ولا البارح، ودابا القضيه ما مشكله الثلج هنايا باقي قاصح، يعني بنادم خصو يحضي راسوها دغيا كتزلقها دغيا كتزلق الا ما حضيتيش راسك مشيتي فيها. ايوا نتمنوا
كل شيء يكون بخير، هذا الفيروس يمشي بخير. اي اي اي, أي قريب نزلق يا اخويا. نتمنى هذا الفيروس هذا يتقاد اخويا، راه طول هذا الشيء، هذا ما عرفناش فوقاش. البورز باقي مسدودين، كل شيء مسدود على الشينوا اللي جا لهاد البلاد هذه. كيدوز واحد 14 يوم على الاقل، لا 21 يوم ديال الكوارنتين. كل نهار خصك تخلص واحد 600 درهم. ايوا هادشي اللي كاين. ها نتوما ها قنيت يا خويا، راه مكونترولين القضيه، راه قليل بنادم اللي داخل اللي خارج دابا كيدور. نمشي نقطع دابا الشانطي نشوف الناس كيفاش تما. بان لي البوليس تما كيراقبوا الناس مزيان، الناس اللي جايين من برا باش يكونتروليو هاد الفيروس هذا مزيان. ها في الشارع، الشارع خاوي يا صاحبي، ها ما كاينينش الطوموبيلات، قليل قليل البشر. البوليس هنا ما عرفتش اش كيديروا كاع، واش كيقلبوا بنادم اللي ما عندوش، اللي ما دارش الفاكسين، ولا واقيلا اللي جاي على برا. ولكن هاد المدينه هادي ما فيها حتى شي حالات، فهمتي؟ الحالات كاينين في مدينه تشانغشون اللي بعيده على مدينه سبين بواحد 100 كيلومتر، وكاينين في جيلين اللي بعيده على مدينه سبين بواحد 200 كيلومتر. يعني هما دايرين هاد الكونترول هذا باش الا كانت شي حاله ولا شي حاجه دغيا يكونتروليو داك الشيء وكذا، يكون خير ان شاء الله. المهم نضربوا واحد الدويره نوريكم القضيه كي دايره. هاد الشيء اللي كاين، الله يدوز هاد الشيء بخير وعلى خير. الاوميكرون هذه صعيب باش يتحكموا فيها، ولكن انا عندي ثقه كامله في الحكومه الصينيه باش انهم يرجعوا الوضع كما كان. هذا روض اخوتي، روض ديال الاطفال اللي كيقراو فيه ما بين عامين وسبع سنين. كل روض كيكون عندهم سكيورتي هنايا ديال البوليس. سبين شي رم من جنفو تي كوان يوري وان. يا هذيك، ها انتم شوفوا الروض ديالهم كي داير كبير. بالنسبه للبنيه التحتيه تبارك الله عليهم الناس، ها انتم الشارع مسرح. هذا غير شارع عادي في مدينه عاديه صغيره في الصين، شوف كي داير داكشي مسرح القضيه. نمشيو دابا نشوفو نضربو دويره في يينغشونغ وانشان اللي كتسمى بالهيرو سكويرز، هيرو سكوير ساحه الابطال. ها نتوما خصني نحضر راسي مع الثلج هذا، نمشي نزلق. طيح ليا التليفون، طيح حتى انا. I have to be very careful when walking in this place because it is full of snow. أو هاد المرا عزيزة كدير حتى هي اليوغا ولا اش داكشي. دابا مع هاد الفيروس جا على غفلة، باقي التلج هنايا. حتى دوك الخدامة اللي كيحيدو هاد التلج هدا كيسرجيو في الكاميوات ما كاينينش، يعني كلشي اندر كوارنتين ناو. اما راه غير كيطيح شويه الثلج كيجيو هذوك الماكينات التراكسات كي دغيا كيحيدوا الثلج هذا وينقيو البلاصه. ولكن دابا مع الكوفيد 19 ما قضيه مازال كما هي. هذه هي اكبر ساحه في مدينه سيبين كتسمى يينغشونغ وانشان، ساحه الابطال. انتم كلشي المحلات سادين، كلشي لي ريستورون سادين، كلشي ساد غير السوبر ماركت والفارماسيز هما اللي حالين كما كتشوفوا. ها انتم ها كلشي مسدود. بالنسبه لهذا الريستورون هذه كتسمى ب هذه هي الريستورون ديال المسلمين. هاد الكاركترز الاولين اللي كيبانوا الفوق اللي بالخضر كنقولوا لهم تينجن. هنايا كاينه لانجو نيورو لاميان. لانجو الكاركترز اللي على اليسر بالبيض، لانجو كتعني واحد المدينه في الصين اللي كتكون كاينه في
كانسل بروفنس نيورو كتعني اللحم لاميان هو النودلز كاين واحد النوع ديال النودلز اللي كيقادوه هنايا سميتو لاميان. الناس اللي كاينه في الشينوا واللي بغات تجي الشينوا الا بغيتي تلقى الحلال فود في تشاينا غادي تدخل البايدو ماب ولا غادي كاينه الابليكاسيون ديال بايدو ماب غادي تايبي هذا التينجن هذا ولا لانجو لاميان غادي يطلعوا لك بزاف ديال الحلال ريستورانتس ديبيندين اون ذا سيتي اون وير يور ليفين ان وغادي يمكن لك تاكل داكشي ديال الحلال فود. سمعنا كاين واحد الراجل تاهو لابس الماسك هالو تاهو داير له الماسك يعني خصك دير الماسك باش تدخل الريستورون. ايه فيق معانا سيدي فيق معانا فيق معانا وافيق معانا يا بوصلعة فيق معانا راه فيه تلج حتى هو في الراس ديالو شوف شوف حل عينيك حل حل عينيك اصاحبي هادشي اللي كاين. مازال ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو على كيفاش تلقى الحلال فود ان تشاينا حيت هنايا الصراحه اكبر العراقي العرب وبالنسبه للمغاربه خصوصا فاش كتجي الشينوا اكبر عراقي اللي كيكونوا غير في الماكله الماكله واللغه هادو هما جوج ديال الحوايج اللي لقيت انا زعما الصراحه الصعوبه في الاول ولكن دابا الحمد لله كلشي مزيان ملي كتادابتا مع واحد الكالتشر ولا واحد الكانتري داكشي من بعد كيكون ساهل. هاد الشارع كتسمى كيتسمى كوين بيلو هنا هاد اللعيبة الزرقاء هادي هدا هو السمية ديال الشارع كوين بيلو